السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الشيء المرعب الذي صورته كاميرا المراقبة إلى المخلوق الغريب الذي صور صدفة، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء غامضة ومخيفة صورتها الكاميرا ولم يجدوا لها تفسيرا، فلنبدأ على بركة الله. الفيديو التالي صورته كاميرا مراقبة داخل مركز أطفال، وقد نشرته فتاة تدعى برينا على حسابها في تيك توك وأثار جدلا كبيرا ووصل لأكثر من 2.5 مليون مشاهدة في وقت وجيز. تقول برينا بأنها كانت تعمل في هذا المركز، وقد كان العديد من الأطفال يخافون من الدخول لصالة الألعاب، حيث يقولون بأنهم رأوا هناك مخلوقا مخيفا لكن لم يصدقهم أحد. وفي إحدى الأيام عندما فتح العاملون المركز في الصباح وجدوا ألعابا تحركت من مكانها ومرمية في الأرض والمكان في حالة فوضى، لذلك قاموا بمراجعة ما صور كاميرا المراقبة لفهم ما يحصل، لكن ما رأوه كان مرعبا، فلنشاهد التسجيل. فجأة بدأت تلك اللعبة تتحرك، بعد ذلك ظهرت كرة بيضاء تتدحرج وتغير اتجاهها بشكل غريب، ثم بدأت لعب أخرى تتحرك وترمى من تلقاء نفسها. تقول الفتاة بأن العديد من الأطفال رفضوا العودة لهذا المركز، وتضيف بأنها تخلت عن العمل في هذا المكان بسبب الأشياء المخيفة التي صادفتها هناك، وتعتقد بأن مركز الأطفال هذا مسكون، فما رأيكم؟ في شهر مايو من سنة 2024 في اليابان، وبينما كان رجل يتجول قرب الشاطئ، فجأة لفت انتباهه شيء يتحرك فوق مياه البحر. في الأول اعتقد بأن شخصا ما يسبح هناك، لكن عند تدقيق النظر جيدا اكتشف بأنه لم يكن ببشر، وعلى الفور حمل الكاميرا وصور هذا الشيء. عند غروب الشمس ظهر مخلوق غامض يتحرك بطريقة غريبة فوق الماء. يقول صاحب الفيديو بأن ذلك المخلوق لا يشبه شكله أي سمكة ولا أي مخلوق بحري آخر ولا أي نوع من الطيور. قال البعض في التعليقات بأنه في الأساطير اليابانية يوجد مخلوق يعتقد بأنه جني بحر، وهو مشابه تماما للمخلوق الذي ظهر في التسجيل. إذن ما تفسير لكم لما ظهر؟
شاب كان لوحدي في العمل وفجأة حصل له شيء مرعب. إن تذكرتم كنا قد نشرنا في حلقة سابقة فيديو مرعب للشاب الذي كان لوحدي في العمل وفي وقت متأخر من الليلة، وبينما كان يصور فيديو لينشره على سناب التقطت الكاميرا بالصدفة شيئا ما أو شخصا ما بملامح مرعبة كان خلف الشاب مباشرة ولم ينتبه لوجودها. لكن قبل أن نعرض لكم جديد قصتها، إليكم مشاهد مختصرة لما حصل له في السابق لتتضح لكم الصورة أكثر. Like, I feel like I need to go to the doctor, but like I'm constantly just like nauseous and I don't really know why. Like I tried to like take medicine for it and stuff, but شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. I don't really know why. Like I tried to like take يؤكد الشاب بأنه كان لوحده تماما في العمل في هذا اليوم. لم تقف الأمور عند هذا الحد، فبعد مرور أسبوعين فقط عن هذا الحدث كان الشاب لوحده في العمل وفي وقت متأخر من الليلة، وبينما كان يصور فيديو له لينشره على تيك توك فجأة حصل شيء مرعب تقشعر له الأبدان. فلنشاهد التسجيل. Yeah, I think there was filters. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. فجأة ظهر له شخص غريب مظلم يقف داخل القاعة فوق الطاولة. على الفور دخل الشاب للقاعة بسرعة، لكن ذلك الشخص اختفى في لمح البصر. بحث الشاب في كل مكان لكن لم يجد أي أحد، وكأن ذلك الشخص قد تبخر في الهواء. أصيب الشاب بالدهشة والخوف مما رآها، ويعتقد بأن ما ظهر ليس ببشر عادي وقد يكون جنا تشكل على تلك الهيئة. ليس هذا فقط، فبعد مرور أسبوع تقريبا وبينما كان الشاب في المنزل وفي الصباح سمع صوت طرق في الباب، لكن لا يوجد أي أحد، لكنه رأى شيئا مخيفا من النافذة. فلنشاهد التسجيل. So
was, I ordered DoorDash because my sister and the kids are gone for tonight. Like, I'm here by myself. They're like, the kids had football practice, so they had to go do their own thing. Thank you. So, I ordered DoorDash, and I heard it knock. Oh my god, she's still fucking standing there. شخص مخيف بملامح مرعبة يقف أمام المنزل مباشرة، ومن الواضح بأنه يراقب الشاب. يعتقد الشاب بأن هذا الشخص كان نفس الشيء الذي ظهر له في العمل وقد تبعه حتى منزلها، ويعتقد الشاب بأنه ليس ببشر عادي. إن ظهر أي جديد حول قضية هذا الشاب فسنعرضه لكم في إحدى الحلقات القادمة، طبعا إن كنتم تريدون ذلك. وفي انتظار ذلك أود معرفة رأيكم وتفسيراتكم حول ما ظهر في هذه التسجيلات. هذا الفيديو المخيف والغامض صورته كاميرا مراقبة في باب إحدى المنازل بالولايات المتحدة الأمريكية. ففي وقت متأخر من الليل استيقظت عائلة على أصوات قوية قرب باب المنزل وأضواء قوية جدا تومض بشكل غريب. على الفور ذهبوا لاستكشاف الأمر، لكن ما رأوه كان مرعبا. فلنشاهد التسجيل. صورت كاميرا الباب أضواء قوية تحلق وتتحرك بطريقة غريبة، وقد كانت تقترب من باب المنزل وتبتعد بشكل غريب. الفيديو انتشر بشكل واسع ولم يجدوا له تفسير، ويعتقد بأن ما ظهر غير طبيعي وله علاقة بالجن والخوارق. فما رأيكم؟ Quiero ser más lindo, quiero ser amorista, inteligente, honesto y generoso. Sigo trabajando.